طيب في هذا الجزء الثاني بعد ما عرفنا ايش هو البريديكيت بدنا نشرح الـ for all there exist اللي نسميهم universal existential quantifiers. هلا في ناس بسموها القضايا الكلية، هذا بالمنطق أو الفلسفة العربية سموها universal statement. أنا بدي أحكي بدي أعمل تعميم كل هاي مثلا بتقول كل الفلسطينيين بيحبوا الزعتر، بدي أقول كل الفلسطينيين بيحبوا الزعتر، كل الطلاب بيحبوا العلامات العالية، كل الناس شعرهم أزرق، كل الناس لابسين كندرة حمراء، بدي أحكي وممكن أقول حتى مش ما بسطش، ممكن أقول كل الفلسطينيين بحبوا الزعتر وعلى الفطور لما يكونوا كذا كذا، يعني ممكن أعطي كمان وكأنه شروط هون. فهذه بدنا نسميها قضايا الكلية أو الـ universal quantification. فأنا عندي جملة هي، خلينا أول شيء نمحى هاي مجازا طبعا، نمحى هاي ونقول أنا بدي أقول فلسطيني بحب الزعتر، بس بدي أحكي كلهم ولا مش كلهم. فبالنسبة إلى إلي بدي أداة اللي هي الـ for all اللي بتقول إنه بتحدد كديش الكل ولا مش الكل. فبقول إنه let Q of X be a predicate. ففي عندي predicate الدومين تبع X بيكون D. A universal quantifier is a statement. هاي مثلا الـ quantification. هلا منجيب أمثل. فبقول أنا كل أو بقدر أقرأها أي إشي، ما هو variable، أي إشي فلسطيني، يعني أي فلسطيني، أي إشي فلسطيني، فبسطها بقول أي فلسطيني such that أي فلسطيني، هذا الفلسطيني بقرأها P likes زعتر، أي فلسطيني بحب الزعتر أو كل فلسطيني بحب الزعتر. بقول أي عدد ريال، أي عدد ريال، أي عدد حقيقي، أي عدد حقيقي أو كل عدد حقيقي. لحظيا، ماله تربيعه أكبر أو يساوي نفسه، يساوي هذا العدد. شوف كيف قرأتها، أي عدد حقيقي تربيعه أكبر من نفسه. طبعا ممكن تكون الجملة هاي صح وممكن تكون خطأ، بس أنا أعطيت هذا التعميم. خليني شوفوا هاي مثال ثاني. أعطيت دومين، قلت الدومين تبعي مجموعة من الأعداد 1 2 3 4 5، بعدين قلت أي عدد من هذول الأعداد هو ينتمي إلى هذا الدومين، أي عدد ينتمي إلى هذا الدومين تربيعه أكبر أو يساوي نفسه. قد تكون صح وقد تكون خطأ. هلا وين الجملة بتكون صح وين الجملة بتكون خطأ؟ لكل أي عدد، أي فلسطيني هون بحب الزعتر، مع جملتي أنا وين بتكون خطأ؟ أنت بتقول لي لا يا أستاذ هذا كلامك خطأ. عارف شو بدك كيف بدك تقول لي؟ بتقول لي هاي مثلا علي بحبش الزعتر، هاي فيه جبت لك مثال واحد على فلسطيني بحبش الزعتر، معناته هاي الجملة تبعتي صارت خطأ. لما بقول فهمتوا علي؟ يعني إذا بقول كل الفلسطيني بحب الزعتر، الكاونتر إكزامبل تبعها، يعني المثال الضاحض تبعها اللي بنفيها أو اللي بيخليها تكون خطأ، اللي هو إنك تجيب
مثال واحد، لاني انا عملت تعميم، التعميم بيشمل الكل، بزبطش يكون 99%، لا لازم يكون كله. اذا بقول كل عدد صحيح مربع اكبر من نفسه هذه الجمله خطا. ليه؟ لانه ناقص واحد، ناقص واحد ولا لا بالنواقص، هل هاي الجمله بتكون صح؟ هل هاي الجمله بتكون دائما صح؟ بدي افحص، بدي افحص اكون وشو. اذا بجيب، اذا بقدر اجيب مثال واحد فقط على عدد تربيعه مش اكبر او يساوي هذا العدد، معناته بيكون جملتي خطا. هذا بالنسبه للفورورد. هلا اذا مرات بديش احكي جمله التعميم اللي فيها الكل، بدي احكي عن البعض. هاي الجمله شو بتقول؟ بعض الاشياء اللي تنتمي لبيرسون، يعني بعض الناس، بقراها للتبسيط، بعض الناس مالهم؟ هذول الناس لايكس جيروزاليم، بعض الناس بحبوا القدس، بعض الناس بحب القدس. وين هاي الجمله بتكون خطا؟ اذا كان ولا واحد بحب القدس. بس اذا كان في واحد بحب القدس معناته هاي الجمله صح. طب بتقول لي بجوز كل الناس بحب القدس، هل هاي الجمله صح؟ طبعا، يعني at least one. هي هاي الجمله إذا بتتذكروا لما أخذته في المدرسة كنت تقولوا at least one there exist، أو نقرأها بعض الناس، يعني some of people at least one person، أو إلى آخره. إلى أكثر من قراءة، نقرأها باللغة بأكثر من صيغة، فنقول بعض الناس بحبوا القدس، أو there is at least one person بحب القدس. هاي الجملة بتكون صح إذا فعلاً كان في على الأقل واحد، وبتكون خطأ إذا ما كانش ولا واحد. هاي بتقول جملة ثانية، بتقول إنه بعض الأعداد الصحيحة الموجبة، صحيحة يعني الانتجرز الموجب، بعضهم تربيعه يساوي نفسه. أوه، في هيك عدد واحد بس. ف بهاي الحالة خلص، إذا في واحد تكون صحيحة، أو بكون هاي خمسة، يعني عندي مجموعة فيها خمسة وستة وسبعة وثمانية، وقلت بعض الأرقام تربيعها لا يساوي هذا العدد، بزبط ولا واحد من هذول بزبط، معناته الجملة هاي تبعتي خاطئة. هلا هذا بالنسبة لتعريف الفور أول والذير إكزيست، شغلة بسيطة. هلا بس بدنا بدي اورجيكم كيف هاي الجملة اللي هي for all x تنتمي ل dq of x، زي ما كنا مثلا كل الناس بحبوا الزعتر، او كل الفلسطينيين بحبوا الزعتر، عارفين هاي مثلا كيف تتحول عشان تكون true؟ هاي equivalent اني اقول احمد بحب الزعتر، ومحمود بحب الزعتر، وحمدان بحب الزعتر، كل حط كل اسماء الفلسطينيين وحط بينهم ام، وانت هاي الجمله بتكون الجمله كلها بتكون فولس اذا وجدنا واحد من هذول ماشي بيحبش الزعتر، اما نكون تنطبقش عليه هذا الصفه. فهاي الفور اول وكاني حطيت كل الاليمنتس اللي في الدومين، هذول دير بالكم اكس واي مش متغيرات، هذول كونستانتس، إذا بحطهم وبحط بينهم آن، يعني وكأني ما مش هيك بساوي، أنا بقول بس مش هيك بدنا نساوي، إحنا فقط قاعدين بنقول شو يعني معنات هاي الجملة، بعد ما نحاول نفهم معناها. فوكأني حطيت كل يعني إذا قلت كل طلاب مادة الديسكريت اللي بدرسهم هلا بحبوا لابسين كندرة حمراء، معناته بدي آخذ أقول صالح لابس كندرة حمراء، وأحمد لابس كندرة حمراء، وماي وضحى وآدم، وكله حط كل أسماءكم حط بينها آن. إذا
فعلا ولو يعني وين بتكون هاي الجمله ترو؟ اذا كانوا كلهم ترو. طيب اذا كنت بعض الطلاب لابس كندره حمراء معناته طبعا بقصد هون طلاب فقط طلاب مثلا اللي بدرسوا ديسكريت او اللي بشوفوا الفيديو هذا هلا هاي معناها انه باجي بقول بدي احط بدي اقول صالح لابس كندره حمراء اور احمد لابس كندره حمراء اور ماي لابس كندره حمراء هاي وين انت بتكون الجمله ترو بتكون الجمله ترو اذا كان في واحد منهم لابس كندره فنلخص نقول انه في عندنا جمل فور اول اوف ذير اكزيست وهي معناها ما فيش شيء ثاني المفروض انه كمان هذا الشيء احنا بنعرفه من ايام المدرسه